من الميادين، السلام عليكم. هذه النشرة الرياضية المفصلة وفي ملفيها: كرة السلة السورية أنهكتها الحرب والنهوض في ملعب مجلس الشعب. قضية مباراة العراق والسعودية المونديالية تنتظر قرار محكمة لوزان. كرة السلة السورية تحاول النهوض من تحت ركام الحرب والدمار بعد تراجع اللعبة محليا وقاريا. سهام الاتهامات بالفشل صوبت نحو رئاسة الاتحاد المحلي، ما دفع الأخير إلى رمي الكرة في ملعب مجلس الشعب. تدهور كبير أصاب كرة السلة السورية في السنوات الماضية. الكرة البرتقالية تراجعت بشكل جعل بعض القيمين على اللعبة يرفعون الصوت من أجل حمايتها من الاندثار، ولا سيما أن نتائج المنتخبات والأندية حولت السلة السورية من رقم صعب في آسيا إلى جسر عبور أمام جميع فرق ومنتخبات القارات الصفراء. الحرب في سوريا مثلت انعطافا خطرا في مسيرة القطاع الرياضي المحلي. تراجع مردود الرياضيين السوريين بشكل عام، لكن بعض الألعاب انتفضت على ذاتها وحققت نتائج مشرفة لنسور قاسيون وتحديدا في كرة القدم. الأموال المرصودة إلى إذا كانت هالأموال من الاتحاد الرياضي العام أو من الاتحاد الآسيوي، أموال كبيرة ومهمة. اتحاد كرة السلة لا يملك نفس الإمكانيات كرة القدم. أسباب كثيرة تكمن وراء تراجع السلة السورية، بدءا من هجرة اللاعبين مرورا بعدم القدرة على التجنيس وصولا إلى ضعف الإمكانات في الإعداد للأحداث الكبيرة، ما دفع الاتحاد المحلي للعبة إلى اللجوء إلى مجلس الشعب. نحن عم نطلب من مجلس الشعب أنه سن القوانين يلي بتسمح للحفاظ المحافظة على اللاعبين وعدم الهجرة، يعني الحد من الهجرة نوعا ما. اثنين، موضوع الخدمة الإلزامية، أنه لاعبين المنتخبات الوطنية يكونوا يخدموا بأنديتهم وبمنتخباتهم الوطنية. وثلاثة، السماح بمشاركة اللاعب الأجنبي. ثلاث نقاط خارجة عن إمكانياتنا وسيطرتنا. نادي الجلاء مثل طويلا العلامة الفارقة في كرة السلة السورية، حمل على عاتقه لسنوات طويلة رفع العلم السوري في المحافل العربية والآسيوية، لكن الأحداث الساخنة في حلب ضربت مسيرة الفريق. أندية جديدة ولدت من رحم الأزمة، فرق دخلت الصلاة السلوية من بابها الضيق على أمل إحداث نقلة نوعية تعيد إلى السلة السورية هيبتها. أهم الصعوبات اللي عم نلاقيها نحن بصراحة أثناء التدريب هو مكان التدريب. نحن بنتمرن عنا بالصالة، أرضية الصالة بتفرق عن أرضية صالة الفيحاء، بالإضافة إلى الكرة حتى بتفرق عنا، عم نتمرن بكرة وعم نلعب بكرة. كرة السلة السورية دخلت مرحلة جديدة على الصعيد الإداري، باتت الجهات السياسية العليا مسؤولة من أجل إعادة بريق اللعبة محليا وقاريا، وعلى اللاعبين المهاجرين التفكير مليا في العودة إلى أحضان بلدهم الأم، أقله عن طريق تمثيل المنتخبات السورية في المحافل الخارجية. ولمتابعة حيثيات هذه القضية ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق النجم السابق للسلة السورية عمر حسين. ومرحبا بك سيد عمر. مساء الخير، شكرا لك على الاستضافة. أهلا وسهلا. فيما نشهد في عالم كرة القدم السورية النجاحات برغم الحرب والدمار، كرة السلة للأسف واصلت تدهورها حتى أصبحت للأسف جسر عبور أمام فرق ومنتخبات من القارة الآسيوية. هل لك أن تسهب في شرح تفاصيل وأسباب التي أدت إلى هذا الأمر والتي أتى التقرير على ذكرها؟ سيدي الكريم، أول شيء خلينا نحكي اليوم بالحرب، بيوجد رياضة وفي دائما رياضة بالحروب وإلى شكل معين رياضة الحروب، ولكن اليوم هجرة اللاعبين فرضت نفسها على أجواء كرة السلة. بإحصائية صغيرة أنا بمتلكها، تقريبا في 107 لاعبين غادروا سوريا، هن ناس كانوا محضرين ليكونوا نجوم كرة سلة بسوريا. صدقني هذا الرقم مستعد يهدم أي لعبة بأي بلد على مستوى
مستوى العالم. اليوم عم نحكي بسوريا دولة 24 مليون لاعبين كرة السلة اللي مسجلين بالاتحاد لا يتجاوزوا 2000 لاعب، ف107 لاعبين هن من النخبة طبعا، هن ممكن يعملوا مشكلة كتير كبيرة للمستوى العام بكرة السلة. ولكن الشيء المبشر اللي أنا عن جد عم شوفه صار لي من أول الحرب أنه الاتحاد السوري مشكورا طبعا باسمهم الكبير أنه عم يعملوا البطولات، بطولات فئات العمرية وحتى بطولات فرق الرجال. أوكي عم تكون على شكل تجمعات بسبب ظروف الحرب والظروف اللوجستية لأنك تقدر تنهي الدوري في دمشق، ولكن صدقني في خامات مبشرة. أنا بروح بحضر مباريات تجمعات الأشبال والناشئين وحتى الشباب، طبعا بنحكي على الجنسين على الذكور والإناث، طبعا شيء مبشر جدا، خامات جيدة جدا، خامات عن جد عم شوفها أنا بلاقيها أحسن من أيامنا الأشكال والأطوال. ولكن هدول العالم بدأ اهتمام بالتدريب، بدأ اهتمام مادي جدا. ومثل ما سمعنا بالتقرير رئيس الاتحاد سيد جلال نقرش عم يحكي على موضوع تفريغ اللاعبين من العسكرية أو اللاعبين الدارسين. اليوم اللاعب المميز أو النجم المميز ما كل مرة فينك تخلق نجم صحيح. مميز أو تصنع نجم، فبظن هذا يكون له استثناءات على مستوى الدولة. سيد عمر، هذا مطلب الاتحاد عبر رئيسه، ما هي الخطوات التي يجب أن يسير بها مجلس الشعب للمساعدة ومن باب التشريع؟ هلا بظن عم ينحكى بموضوع مجلس الشعب بس لانه في اصدقائنا واخواننا طبعا اعضاء مجلس الشعب اللي هن رياضيين، طبعا بيير مرجاني مع حفظ الالقاب وماهر خياطه طريف قطرش، هدول العالم اللي بيحسوا بالرياضه وقادرين انه يكون لهم كلام مؤثر داخل. وفي حديث انا مع طريف قطرش السابق لديه استراتيجيه واضحه والدراسه موجوده. سيدي الكريم، اليوم الأمنيات شيء والقوانين تنص شيء. اليوم في قانون دولة موجود بالبلد ما فينا نتجاوزه، ولكن ممكن خلق حالة تشريعية لهاللاعبين. طبعا مو بس لاعبين كرة السلة، مفروض هذا يتطبق على كل الرياضيين السوريين لصنع الإنجازات. ولكن اليوم ميزانية الاتحاد الرياضي العام ما بتقدر تساعد هذا الشيء اللي عم نحكي عليه. اليوم تفريغ اللاعبين، عم نشوف اليوم منتخب سوريا لكرة القدم نتائجه جيدة لأنه في إدارة جيدة عم تقوده، في عندهم ميزانية محددة. اليوم باقي الألعاب لا تملك هذه الميزانية، الميزانية اليوم مخصصة لكرة القدم لأنه هن اتحاد لنفسهم عندهم مساعدات كمان بيجيهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم. كرة سلة أو كرة اليد أو كرة طائرة، يعني اليوم عم حكيك بألعاب تقريبا ما عدا كرة سلة، ألعاب للأسف أنه عم تموت بسوريا. المفروض يرجع ينشغل على الرياضة السورية باستراتيجية أو يعملوا خطة مثلا خمسية، خلينا نحكي انه نتوقف عن المشاركات او نشارك بما 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 حضر وانشاء جيل جديد. اليوم جد عم حاكيك، انا اليوم اللاعبين الناشئين واللاعبات الناشئات عن جد شيء بيكبر القلب، بتشوفهم في كميه كثير جيده، ولكن كمان الاهتمام بالمدرب السوري. اليوم دور المدرب السوري هو اللي قادر يصنع هذا النجم، وقادر هو اللي يكون خلاق لحتى يكون عندك بطل. دور المدرب السوري اليوم اي فرصه عم تجي للمدرب السوري عم يغادر برات البلد، لانه مثل ما عم تشوف لا ماديا عم يقدر يتقدر ماديا ولا عم يقدر ياخذ حقه ماديا، فهذا كمان معضله. وهذا طبعا كل بلاد الحروب بتمر فيها من يوغوسلافيا الى لبنان وإلى العراق، عنا تجارب جيدة. اليوم خلينا نحكي على البلاد اللي خاضت حروب، خلينا نحكي جيراننا لبنان والعراق. اليوم لبنان والعراق رقم صعب بكرة السلة مثل ما بنعرف. اللبنانيين طبعا ما فينا نحكي على إنجازاتهم، ثلاث مرات راحوا كأس العالم. اليوم الفريق العراقي عم يلعب تقريبا من أول أربعة في آسيا بعد تطور اللاعب المواطن بكرة السلة العراقية. موضوع التجنيس اللي انطرح، انا ماني مع موضوع التجنيس اللي انطرح، الحاله العامه وحاله البلد ما بتسمح بهذا الموضوع. انا برايي الميزانيه لتجنيس هذا اللاعب مفروض تنحط بالمدربين وتنحط باللاعبين الصغار ليقدروا ينشئوا جيل جديد. لكن هذه الاستراتيجيه قد يطول امد خطف وقطف نتائجها، ربما يمثل موضوع تجنيس اللاعبين الاجانب خدمه اسرع لاظهار الصوره الحقيقيه للكره السوريه للسله السوريه. وهنا استطرد ايضا كره القدم مثلت رساله من الدوله السوريه الى المجتمع الدولي سياسيا ورياضيا كرساله حياه لهذا صحيح. المجتمع، لما لا تمثل صحيح. هذه السلة السورية هذه الصورة النمطية أيضا؟
سيد الكريم، اليوم خلينا نحكي بموضوعين أو بشقين، خلينا نحكي كرة قدم وكرة سلة. اليوم كرة القدم أكيد مستثنات عن كرة السلة تحديدا بسوريا. اليوم 70% أو 80% من لاعبين المنتخب السوري لكرة القدم هن محترفين خارجيا، فهن جاهزين بدنيا وجاهزين عقليا لأنه يقدروا ينافسوا، وعم نشوف نتائجهم الجيدة. لاعبين كرة السلة كمواطنين اليوم عم نحكي، للأسف طبعا مع احترامي لكل اللاعبين اللي موجودين، ولكن مستوى الدوري العام مستوى تقريبا دون الوسط. فهذا الفريق حتى لو قدرت انت تجنس لاعب له ما رح يقدر يعمل نتيجة جيدة. فأنا برأيي خطة 3-4 سنين نهتم باللاعبين اللي تحت 16 سنة، بعد 4 سنين رح يصير عمره 20 سنة، رح يكون عندك فريق جيد جدا. الوقت بيمضى بسرعة، وصلنا بالحرب فتنا هي السنة السادسة، مرت علينا مثل كأنه مبارح، رغم الآلام رغم الحزن والوجع، ولكن سيدي الكريم اليوم بالرياضة ما بتتوقف. أكبر مثال على ذلك المنتخب العراقي لكرة قدم في ضم الحرب، أنتج فريق كرة قدم مرعب، خصوصا آسيا، وعمل بطل آسيا. صحيح طبعا. فهذا غير عذر. العذر اللي عم ينحكى فيه بالرياضة السورية دائما انه مشكلة الحرب هي بيحطوها دائما بالنص. انا معك سيدي الكريم، في حرب اليوم في سوريا، ولكن صدقني عم نعيش نهارنا مثل ما نحن عم نقوم الصبح على اشغالنا، عم نروح على رياضتنا، بنهتم باهلنا، بنهتم بالعالم. هذا الشيء اليوم الحياه بدها تستمر. هنا اسالك سيد عمر، الاماكن البعيده عن الاحداث لماذا لا يتم الاهتمام بها لوجستيا وحتى اداريا لنقل الحصص التدريبيه والمباريات والبطولات الى تلك البقعه الهادئه نسبيا بعيدة عن محاور القتال؟ سيدي الكريم، انا لخبرك شغله. اليوم الافضل من اتحاد كره السله انه يطلب من اعضاء مجلس الشعب اعاده وترميم صاله الاسد في حلب. الافضل من اعضاء مجلس الشعب انه يطلبوا من رئاسه مجلس وزراء او يوجهوا لهم بكتاب لمجلس وزراء اعاده بناء صاله نادي الاتحاد. اليوم نادي الاتحاد لا يمتلك صاله يقدر يتمرن عليها، وهو عم يلعب تقريبا بفاينل الدوري، عم يلعب بين الاول والثاني. اليوم في مناطق معينه في سوريا، مشان ما نكون احنا عم نحط اصابعنا على وجهنا وما عم نشوف شيء، في مناطق بسوريا ما بتقدر تلعب فيها رياضه حقيقيه، ولكن حمص امنه، اللاذقيه امنه، طرطوس امنه، دمشق امنه، السويداء امنه، كل هدول المناطق امنه. انت اليوم فينك تستغل بدوري ممتاز وجيد جدا انك تقدر تلعب كرة سلة أو رياضة حقيقية في هذه المناطق. أنا بظن الاهتمام بالحالات بحالة صناعة الرياضة أن يكون عندك صالة جيدة، يكون عندك معدات جيدة، يكون عندك مدربين جيدين، وتحديدا في حلب. اليوم ما فينا ننكر دور حلب تقريبا تملك 50-60% من لاعبين كرة السلة البارزين اللي طلعوا على مستوى سوريا، والأسماء كبيرة طبعا، من محمد أبو سعدة لبيير مرجاني لجاك بشياني، كل هدول العالم طبعا مع احترامي لهم. مفروض الاهتمام بحلب رغم الحرب ورغم الدمار اللي عم يصير، مفروض الاهتمام بصالات حلب لحتى تقدر تطلع جيل ناشئ. أنا بتمنى من حضرتك أنك تبعت كاميرا وتشوف تعمل تقرير عن فرق الناشئين والأشبال، تحديدا الفرق الحلبية. رح تتأمل مثلي ورح تشوف شغلة كتير حلوة، أنه عن جد كرة السلة القادمة لسوريا رح تكون على مستوى آسيا كتير جيدة. نحن نطمح دائما لتقديم كل ما يخدم الرياضة السورية، وهذا أقل واجب تجاه هذا البلد المقاوم الذي قدم للأمة العربية كل العز والفخر. الآن بحسب ما تتفضل به، الكرة باتت في ملعب أهل السياسة، متى تنتظر منهم أن يقوموا بالمبادرات وينتجوا ليعود المردود الرياضي إلى أهل السلة السورية بالتحديد؟ سيدي الكريم، حتى لو اتخذ أي قرار عن طريق مجلس الشعب بحق الرياضة السورية، تنفيذ القرار هو العامل الأهم بهذا الموضوع. اليوم قديش الاتحاد الرياضي العام يملك ميزانية لترميم الصالات اللي ذكرتها، قديش الاتحاد الرياضي العام مشكورا طبعا كمان هو عم يساعد الأندية، ولكن اليوم في شيء حقيقي عم نشوفه. ما مقبول نادي مثل نادي الاتحاد. نادي الاتحاد فينك تشبهه اليوم بحلب، هو مثل قلعة حلب، بتجيب سيرة قلعة حلب بدك تجيب سيرة نادي الاتحاد القلعة الرياضية. فما مقبول، نعم،
ما مقبول اليوم نادي الاتحاد ما عنده مكان للتدريب غير بصالات أخرى. اليوم كل حالة بتعتمد على صالة واحدة، على صالة نادي الحرية. مشكورين نادي الحرية فاتحين باب صالتهم لكل الأندية، ولكن هذا الشيء مو طبيعي. دائما برجع بقول لك إنه حجة الحرب هي مقياس الخمول الرياضي، خلينا نحكي، ولكن هذا الشيء غير موجود. لكم بحلب عم يلعبوا رياضة وعندهم بطولات إشبال. شي نهار ببعث لك صور بتشوف قديش شيء بيكبر قلبك وبتشوف هذا الجمهور اللي عم يجي يحضر رغم الحزن رغم الأسى. موضوع السياسي أنا بظن كتير بعيد عن موضوع الرياضة بهذا الشيء، لأنه السياسيين أكيد ما لهم دور بموضوع الرياضة. ممكن يساعدوا لأنهم أصحاب قرار، ولكن أنا عم نحكي اليوم على الناس اللي موجودة بمجلس الشعب، الأشخاص اللي ذكرت لك ياهم. طبعا مو بس لاعبين كرة سلة، في كمان رئيس اتحاد الفروسية الأستاذ عاطف زيبا، كمان هو رياضي موجود، والأستاذ محمد سباعي رئيس نادي المحافظة. فهدول كلياتهم قادرين يساعدوا الحركة الرياضية. أهم شيء يتخذ قرار لإعانة مالية، ليعملوا إعانة مالية أو مثل ما بنقول بجت مالي زيادة لموضوع الاتحاد الرياضي العام، وتتقسم بالتساوي. في أندية اليوم بسوريا ما أنا بحاجة مصاري، مثل أندية الجيش، أندية الوحدة، هذول الأندية ما لها حاجة مصاري، عندها اكتفاء ذاتي. صحيح. نعم. فمفروض الأندية، عم نشوف اليوم في أندية مغمورة على مستوى الأنسات. نادي الساحل اليوم عم يقدم مستوى كتير جيد، نادي سلامية نفس الشيء على مستوى الأنسات. فمفروض نحن ندعم هاي الأندية ماديا، لأنه بدون الدعم المادي في الخامة، ولكن لا يوجد الدعم المادي. دعم المادي مو بموضوع رواتب للاعبين، ولكن أقلها يكون عندهم مكان للتمرين، كرات، الحالة اللوجستية، هذا اللي احنا دائما لحتى تقدر تنتج رياضة صح. كل التوفيق للرياضة السورية، نتمناها لعودتها إلى سابق عهدها على الساحة الآسيوية، والأمن والأمان لهذه الدولة الشقيقة العزيزة سوريا. النجم السابق للسلة السورية عمر حسين، وكنت معنا من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك. بين السعودية وأرض محايدة، تنتظر المواجهة الخاصة بين السعودية والعراق في تصفية مونديال روسيا مكان إقامتها. الاتحاد الدولي انتصر للعراق وقرر أرضا محايدة لاستضافة المباراة مقابل إصرار سعودي على اللعب في جدة، والفصل في محكمة كاس. من مدينة لوزان السويسرية سيتحدد ملعب مباراة الإياب بين المنتخبين العراقي ونظيره السعودي ضمن تصفيات كأس العالم أواخر آذار مارس المقبل. محكمة التحكيم الرياضي أرجأت بتة مكان اللقاء الحساس إثر شكوى سعودية ضد الفيفا الذي طالب بأرض محايدة. المنتخب المضيف يتمسك بإجراء المباراة في مدينة جدة ضاربا عرض الحائط بمبدأ المعاملة بالمثل، إذ كان يفترض أن تجرى مباراة الذهاب في العاصمة الإيرانية المعتمدة أرضا لأسود الرافدين، لكن بحجة الخلافات السياسية بين الرياض وطهران نقلت المواجهة إلى ماليزيا. العراقيون خرجوا من جلسة محكمة كاس متفائلين، وأكد ممثلوه الذين حضروا كطرف في القضية أن المؤشرات الأولية تصب في مصلحتهم قبل إصدار القرار النهائي بعد أيام قليلة. وأبدى رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود تمسكه بعدم خوض اللقاء في السعودية، مشيرا إلى إمكانية استخدام كل السبل القانونية لضمان اللعب في ملعب محايد. الجانب السعودي استقدم 3 محامين من هولندا وألمانيا والدنمارك بغية الدفاع عن وجهة نظره مقابل محام سويسري للدفاع عن قرار الفيفا. ورأى الطرف السعودي أنه ليس هناك ما يبرر نقل المباراة إلى ملعب محايد. رئيس الاتحاد أحمد عيد عد الاحتجاج بمثابة الدفاع عن حق المشروع. ورجحت مصادر متابعة أن يختار الجانب السعودي قطر أو البحرين لخوض مواجهة الإياب وربما العاصمة الماليزية مجددا. ولتناول هذا الموضوع معنا من العاصمة العراقية بغداد عبر الهاتف نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد شرار حيدر، الذي كان حاضرا بالمناسبة في جلسة المحكمة. مرحبا بك سيد شرار. اهلا وسهلا بك استاذ وجميع مشاهدين قناه ميادين الكرام. اهلا وسهلا. حضرتك كنت حضرت جلسه المحكمه، لو تطلعنا على طبيعه النقاشات التي دارت وماذا سجلتم من ملاحظات على سير عملها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم حضرت الجلسه مع المحامي العراقي دكتور نزار، او كان الجانب السعودي موجود، والجانب السعودي يعني مستعين ب3 محامين، 2 انجليز وآخر سويسري، وأيضا الاتحاد الدولي كان محامي الاتحاد الدولي الرجل السويسري،
وثلاث قضاة أحدهم دنماركي وألماني وهولندي. الجلسة طولت 4 ساعات ونص. كان نقاش الاتحاد السعودي إنه هو مشتكي على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم أو اللجنة المنظمة لكأس العالم، وكان يحاول يقول إنه إحنا ما عندنا تقاطع مع الاتحاد العراقي أو غيره، وكان يريد يدافع عن مصلحة الكرة السعودية في حين نسى مصلحة الكرة العراقية. الموضوع كالآتي، إنه الجانب السعودي ما عنده أصلاً كيس، يعني ما عنده أصلاً قضية، لأن إحنا في العراق إحنا محرومين من اللعب على أرضنا. الاتحاد الدولي قال اختاروا ملعب محايد أو دولة أخرى، اتصلنا بالجانب الأردني اعتذروا، جانب القطري والإماراتي الحقيقة إحنا ثقلنا عليهم، وأيضا موضوع الفيز يعني صعبة جدا، فكان الخيار في شرق دولة آسيا. نعم، اختار العراق دولة إيران لسببين. السبب الأول أنه الفيزا سهلة خلال يوم واحد. السبب الثاني أنه تكاليف النقل بالنسبة للجمهور العراقية تكلف حوالي 50 دولار. لكن حضرتك تعرف سيد شرار أنه موضوع الحضور في الملاعب الإيرانية يشكل إزعاج رياضي للسعودية، لو صح التعبير. أنا ما أفهم شنو الإزعاج الرياضي. إحنا كان عندنا حرب مدة 9 سنوات مع إيران. ما فد مرة طلبنا من السعودية أنه ما يلعبون في إيران. لكن ما الضير من اللعب في جدة في الأراضي السعودية إذا حضرتكم عندكم أوضاع أمنية كما تقول فيفا استثنائية؟ ما ذنب الكرة السعودية لكي لا تلعب مباراة على أرضها، وهذا يشكل بالتالي نقطة إيجابية لهم كأرض وجمهور في ما تبقى لهم من المباريات؟ لا، هو ذنبهم ولو قابلين يلعبون في إيران، احنا نلعب في السعودية ذهاب وإياب. هم اللي طلبوا أنه تنقل المباراة من إيران، هم اللي رفضوا اللعب في أرضنا اللي هي إيران. فالاتحاد الدولي من مبدأ المساواة والعدالة والتنافس الشريف قرر أنه المباراتين يصيرون في بلد محايد، فهذا اللي صار. يعني مو احنا رافضين نلعب في السعودية، لا، هم رفضوا يلعبون في البلد اللي احنا اختاريناه اللي يعتبر أرضنا باعتبار احنا محرومين من اللعب في العراق. صحيح. حتى هذا الوقت أليس من حل وسط قد يخرج به الطرفين برضا ما بين الحل الوسط موجود ماليزيا، ولكن هم رفضوا. المشكلة أنه الاتحاد السعودي يعني قبل 4 أيام أو 5 مستضيفين رئيس محكمة الكأس، وأيضا مستضيفين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، يعني هم مسويها مسألة حياة أو موت أو مسألة مصير، بينما هو تنافس رياضي. يعني بدليل الجسم الحقوقي الذي يتلطى به السعوديون في المحكمة والضوضاء والتسمى التصريحات النارية، ما يحتاج حقيقة، يعني ما يحتاج. لكن من وجهة نظر السعوديين ورئيس الاتحاد السعودي السيد أحمد عيد، وكما سبق وذكرت لك باقي النقاط هم بأمس الحاجة إليها في مشوارهم، لابد لهم من أن يتمسكوا بقرارهم لكي يحاولوا اقتناص فرصة اللعب بين جمهورهم وعلى أرضهم، وهذا من حقهم كجانب سعودي. وإحنا من حقنا، وأين حق العراق؟ لماذا نتكلم عن حق الدول الأخرى وحق العراق مو موجود؟ لماذا نتغاضى عن حق العراق؟ صارنا 15 سنة ما نلعب على أرضنا، ما شفنا دولة عربية دافعت عن حق العراق يجب أن يلعب على أرضه وبين جماهيره. وين حق الكرة العراقية؟ الإنسان من يتكلم عن حقوقه لازم ينظر إلى حقوق الآخرين. بعدين هي مو فرصة الاقتناص، هي ما تصير فرصة الاقتناص، هذا تنافس رياضي شريف. ما تقبل تلعب بأرضي، ما ألعب بأرضك، خلاص، هذا قرار اتحاد دولي. بعدين اختار بلد محايد. وين المشكلة؟ نتنافس بشرف، يفوزون يأخذون 3 نقاط نقول لهم مبروك وشايفين ألف خير. يخسرون خلاص نقول لهم هارد لك وخلاص. هذا التنافس الرياضي الشريف، هو مو مصلحة طرف واحد، هي مصلحة طرفين. تحت سقف هذا الجدال الواسع بين الاتحادين، هل التقيتم كاتحاد عراقي ونظيركم السعودي في الكواليس؟ تناقشتم في الأمر؟ وصلتم إلى نقاط مشتركة قد يبنى عليه مستقبلا أو في المستقبل القريب أي تقارب في وجهات النظر؟ ما عندنا مشكلة احنا مع الاتحاد السعودي يا أخي. احنا مشكلة الخلاف أثاره الجانب السعودي، ما قبلوا يلعبون في عرضنا. الاتحاد الدولي قرر في بلد محايد، خضنا المباراة الأولى في بلد محايد في ماليزيا، المباراة الثانية الآن، يعني مثل واحد اللي يختار وين مصلحته. وهاي القوانين الدولية يعني ما تمنعها تماما. أما أي مشكلة أخرى مع الاتحاد السعودي ما عندنا، فقط الإعلام السعودي بدأ يتهجم على رئيس الاتحاد السعودي، يتهجم على الاتحاد العراقي، رئيس الاتحاد العراقي يتهجم على الاتحاد العراقي ويتهجم على العراق، وكأنه حرب. وهي مو حرب، هي تنافس رياضي تصفيات كأس العالم. وين المشكلة يعني؟
نعم. هسه شنو قابل احنا الدول العربيه كل سنه كل بطوله نصعد الى كاس العالم، احنا نتنافس وخلاص، تفوز تصعد، ما تفوز خلاص الفرصه اخرى وتجي. نحن لا يسعنا الا ان نتمنى لكلا المنتخبين العراقي والسعودي ان نشاهدهما في مونديال روسيا، هذا اقصى ما يمكن لنا ان نتمناه للكرتين العريقتين في اسيا والكره العربيه بشكل خاص. نائب رئيس الاتحاد العراقي لكره القدم السيد شرار حيدر، كنت معنا من العاصمه العراقيه بغداد عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ونحن بدورنا لا يسعنا الا ان نذكركم بامكانيه التواصل معنا من خلال لصفحتنا عبر فيسبوك رياضة الميادين، ولمقترحاتكم وأسئلتكم عبر البريد الإلكتروني sports@almayadin.net. ولمزيد من الأخبار تفضلوا بمتابعة نشراتنا على موقعنا الميادين.net. ختام النشرة الرياضية المفصلة، نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم.